راس مال ومال في الخزن ده باللي نختار وده على الميزان اتوازن. في ناس املها املها وخيرها بتقصد وناس بتعبي بشكاير مقاسي معاصي وخساير. ناس بتعبي بشكاير مقاسي معاصي وخساير من بقى ضميره ده ماله مهما يسدد في ماله. مين بقى ضميره ده ماله كفايه. انت بقى لحد هنا اوصلك لحد العربيه. والعربيه قدامي ايه وانا هتوه؟ ما انا عارف سكتي، انا مش عايز اتعبك يا عروس. خلاص يا عريس. صباح الخير. انت من اهل الخير. خلي بالك من نفسك. وانت كمان. ماشي. اللي انت عملته ده عينه يا حاج من اللي هتشوفه لو ما بعدتش عن سكه نعمه. فاهم ولا مش فاهم؟ لا يا اخويا مش فاهم. يا حرامي الصوت انتي اطلعي فوق، مالكيش دعوه. انا خايفه عليك. انا اعرف احمي نفسي كويس قوي وانا فاهم ان انا ضعيف. هتعمل ايه يا حاج؟ هفرتك نافوخك يا ولد. ليه يا حاج؟ طيب احسن، يعني احنا اولاد بلد زي بعض، اعتبرني عيل وغلط. مش كل الناس يا اخويا اللي اتغلط معاهم يا ولد، في ناس الغلطه معاهم بعمرك. فاهم؟ فاهم يا حاج. حقك عليا، حقك عليا. اسمك ايه يا ولد؟ محسوبك ثابت الخشن. خشن؟ مش باين عليك اي خشونه يعني، ده انت شكلك انعم من الحريم يا ولد. ولا من هنا لو رايح اوعى تعرض لي انا ولا نعمل. فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم يا حاج. غور من ماشي. غور يا ولد غور. انت ماشي ايه؟ صباح الخير يا حلو. انت من اهلي يا حاج. مش مهم عندي الناس، انا المهم عندي دلوقتي ان انت تصالحيني. خلاص صالحتك. ده بجد ولا يعني عشان تلمي الدور قدام الناس؟ لا بجد، اصلها بصراحه طريقه غريبه وعجبتني قوي. قول لي بقى، حد قالها لك ولا انت اللي عملتها لوحدك؟ ايه اللي حد قال لي اعملها دي؟ لا طبعا انا اللي عملتها. انت يطلع منك كل ده يا سعد. انا يطلع مني اكتر من كده والله، بس انت اللي مش مدياني فرصه. يا
حبيبي. عجبك الورد؟ حلوة قوي. ده ب 150 جنيه. بس كنت تديهم لي أحسن. وبكده تكون المعادلة اكتملت. يا ميس يا ميس. نعم. ممكن تعدلي الشرح تاني أصلاً ما فهمتش؟ ما فهمتيش؟ اشمعنى أنتِ بقى اللي ما فهمتيش؟ ما كل زمايلك فهموا. ولا كنتي قاعدة بتلعبي ومش مركزة معايا؟ لو كنت بلعب ما كنت طلبت من حضرتك تعيدي الشرح تاني. أنتِ هتقعدي تتناقشي معايا؟ اطلعي بره. حضرتك فهمتيني غلط. بقول لك اطلعي بره. داليا تعالي. معلش حبيبتي ما تزعليش مني. انا اعصابي مشدوده اليومين دول. مش قصدي حاجه والله يعني. انا عارفه ان مش قصدك حاجه. حقك عليا. انا مش قلت لسعادتك يا سياده اللواء يا باشا الواد ده تهجم عليا من يومين ولما انا ضربت الطلقه في الهوا كده من مسدسي يا عالم كان ايه اللي ممكن يحصل. خلاص يا باشا هاجي لسعادتك نعمل محضر وجايز يكون مطلوب على ذمه قضيه تانية. ربنا خليك لينا يا باشا ما يحرمناش منك ابدا. وعلى فكره يا باشا انا مش بعمل كده علشان لا 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 انا علشان الناس في مصر تبقى عايشه في امان وما يتعرضوش لشر الخشن وامثاله من المجرمين والبلطجيه. ماشي يا باشا ماشي ساعه بالكتير وهكون عند سعادتك. الف مليون سلامه. صباح الفل يا حجوج. صباح الخير يا مخ. صباح الجمال والاموال. ايه الفلوس دي؟ دول 80,000 جنيه مكسبك من صفقة الدولارات بعد خصم نسبتي 10%. برافو عليك يا مخ. طب خليهم بقى كده في شنطتهم معاك بكره الصبح تحطهم في حسابي في البنك. إذا كان كده ماشي. فكره رشا ماما عامله لك الاكل ده بايديها مش كده يا ماما؟ طبعا يا حبيبي وانا هيجي لي اغلى منها. ميرسي يا طنط. بمناسبه الاكل بقى ايه اكتر حاجه بتحبيها وتعرفي تطبخيها وشاطره فيها؟ لا انا ما بحبش المطبخ وما بعرفش اطبخ خالص. ولا يهمك انا هبقى اعلمك بس انا بعرف اعمل شويه اكل انما ايه هيعجبك قوي. لما بتكوني فاضيه وقاعده في البيت ما بتساعديش ماما في المطبخ؟ مومو عارفه اني ماليش في الحاجات دي. امال ليكي في ايه يا حلوه؟ ليا في الفرجه على التلفزيون، اسمع مزيكا، اخرج مع اصحابي. يعني مش عايزه في يوم من الايام تبقي ام؟ لا اكيد عايزها. طيب يبقى لازم تجهزي ولا هترمي نفسك في البحر من غير ما تعرفي تعوم يا حلوة؟ هو حضرتك مكبرة الموضوع شوية؟ هو فعلا كبير كبير قوي. عادي يعني في أمهات كتير ما بيعرفوش يطبخوا. أمال بيأكلوا بقى أولادهم وأزواجهم إيه؟ بيطلبوا لهم أكل جاهز من بره. وأنهي بيت بقى يتحمل ميزانية زي دي؟ ده غير كده وكده بقى الأكل غير صحي. ساعتها هبقى أتعلم أطبخ. هو يا بنتي الامتحان بيذاكروا قبله ولا بيذاكروا فيه؟ يو يا طنط انا ليا اهتمامات تانية اهم من الحاجات التافهة دي. زي ايه؟ هو امتحان ولا تحقيق؟ الموضوع خد اكتر من حقه مع انه ما يستاهلش. قصدك ايه؟ قصدي انا قلته وكفايه لحد كده. اهدي بس يا امي مش كده. اهدى ده ايه؟ الحكايه انها مش ما بتعرفش تطبخ، الحكايه انها مش متربيه وما عندهاش ادب. يا امي يا امي انا اتحدى في بيتك يا سعد. يا رشا يا رشا اهدي مش كده. رشا يا ماما رشا. ايه اللي خلانا قعدكم مع بعض دول؟ زي ما انت عارف يا اشرف باشا انا مش قاعد عندكم هنا كتير. يعني يا دوبك على المحامي ما يستشكل في الحكم ونسوي القضيه مع البنوك وارد لهم القروض بتاعتهم. اشرب قهوتك يا سبيبي انت منورنا.
وعشان كده انا عشمان في طلب عند سعادتك. امرني. بقول يعني لو كان ممكن اركب جهاز تكييف في الزنزانه بتاعتي، اصل الدنيا هنا حر قوي. وماله؟ طالما هتجيبه على حسابك وهتسيبه لنا لما تخرج بالسلامه ان شاء الله. ده اقل تذكره سيبه هنا في السجن، وسعادتك طبعا تبقى تقدر تاخده وتحطه في اوضتك. كمان لو ممكن يعني تلاجة صغيره كده، اصلي ما بعرفش اشرب غير الميه الساقعه. هو ممنوع يا سامي بيه، بس عشان خاطرك بس انا هستثنيك. حس كده بقى، انا ليا بعد اذنك يعني طلب اخير. خير؟ المدام بتاعتي. ايه؟ عايزنا نجيبها لك يا كمان الزنزانه ولا ايه؟ لا طبعا يا اشرف باشا، سعادتك فهمتني غلط. انا اقصد بس يعني لو ممكن موبايل ابقى اكلمها واطمن عليها، اصلها تعبت قوي من ساعه ما جيت هنا وصحتها في النازل. لا لحد هنا وكفايه قوي، بس دي مسؤوليه عليا، وبتهالي حضرتك ما ترضليش الاذيه ولا ايه؟ لا طبعا ما ارضلكش. منورنا يا سامي بيه، اشرب قهوتك. انت الخشن؟ خير يا باشا. كنت شوف بتسولي. لا يا باشا انا ما عملتش حاجه. مش حاجه؟ امال ايه ده؟ ده عدم المؤاخذه يا باشا، برشام. برشام مسكن، اصل انا ضهري بيوجعني قوي بالليل وانا نايم. مسكن ولا مخدر؟ حط الله يا باشا بيني وبين المخدرات. خدوه على البوكس يا باشا. خدوني على البوكس دي، انا ما عملتش حاجه. بالراحه يا باشا. يلا انزلك الجيل ده لوحده تهبط. بالراحه يا جدع. يطلع بس انا ما عملتش حاجه يا اخوانا. مش كده بقى. احسن يستاهل. اه يا حاج، ده كان مزهقني في عيشتي. اشكريني بقى. اشكرك وماله يا حاج، بس على ايه؟ ما انا اللي خليتهم خدوه. انت اللي قلت لهم؟ طبعا. امال ايه؟ ما كنت عاوزين اسيبه يترزر عليكي في الرايحه والجايه؟ ده كان اقل واجب لازم اعمله معاه. لحقت تغير عليا يا حاج؟ طبعا يا ست الكل، مش هتبقي مراتي وكرامتك من كرامتي. ربنا يخليك ليا يا حاج، ولا يحرمنيش منك ابدا. بقول لك ايه؟ تيجي نكتب الكتاب بكره. خراشي، انا لسه ما جهزتش. وبعدين يعني انت لسه ما جبتش الشقه اللي كنت قلت لي عليها، ولا تحب نتجوز مع عمي؟ بشر، بعد ما نشرب الشاي ونحاسب هاخدك افرجك على الشقه. انت جبتها؟ جهزتها وفرشتها كمان. بتتكلم بجد يا حاج؟ انت قصدك استعجلتي، انا كنت عاوز اعملها لك مفاجاه. اتفضلي، عقدها اهو وباسمك كمان. بحبك يا حاج، بموت فيك يا حاج. مش بالناس لما نروح شقتنا. ايه ده؟ انت هتفضل تكسبني كده على طول؟ ده ايه الحظ ده؟ حظ ايه يالا؟ كل يوم اكسبك وتقول لي حظ؟ دي حرفنه. وبعدين يلا قوم خد دش كده وروح عشان البك ماتش تاني قبل ما امشي. لا انا مش هلاعبك تاني النهارده، الحظ معاك. وبعدين حاجه غريبه، انا عمري ما شفت كده واحد يبقى سعيد في الحب وسعيد في اللعب. انت بقى مين اللي قال لك ان انا سعيد في الحب؟ امال ايه؟ مغصوب على خطيبتك دي؟ لا مش مغصوب عليها ولا حاجه، بس زي ما تقول كده مشدود لها من غير تفكير. ايه ده؟ أنا مش فاهم حاجة، ممكن توضح؟ أصل رشا خطيبتي دي بتفكرني بميادة. مين ميادة بقى؟ ميادة دي أجمل وأرق إنسانة قابلتها في حياتي. ضحكتها كانت بتنور لي دنيتي، وصوتها بالنسبة لي كان هو الدفء. يا سيدي على الحب الأفلاطوني. كنا مع بعض في إعدادي، أنا وهي كنا في فصل واحد، كنا بنقدم سوا الإذاعة المدرسية كل يوم الصبح. العيال كلها كانت بتحسدني عليها، اصلها كانت حلوه بجد وكانت بتحبني قوي، لدرجه ان انا رحت لابويا اياميها وقلت له انا عايز اتجوزها. طب راحت فين دي؟ سافرت؟ لا اكيد اتجوزت وزمانها معاها قرطه عيال. برضه لا. امال راحت فين يا سعد؟ ماتت. لا اله الا الله. ماتت في حادثة عربية هي وأبوها وأمها. أنا بقى لما سمعت الخبر ده وقعت من طولي، وخدوني نقلوني على المستشفى. حادثة مؤلمة أوي يا سعد. سابت جوايا ذكرى صعبة أوي طارق، ومن ساعتها وأنا مش عارف أحب تاني. طيب
قعدت على الحال ده كتير؟ 13 سنة، 13 سنة وأنا رافض أدخل أي قصة حب لغاية ما قابلتها تاني. قابلت مين يا ابني؟ هو في ميت بيرجع؟ قابلتها في رشا. أصل رشا دي شبهها قوي قوي. آه، يعني أنت عايز تقول لي إن أنت بتحب رشا عشان هي شبه ميادة؟ حاجة زي كده. أيوة، بس أكيد يعني الطباع مختلف. ما هو ده اللي هيجنني بقى، ده اللي هيجنني يا طارق. بحاول أظبط في البيت رشا شوية حاجات مش عارف أظبطها خالص، أصلها عنيدة بس طيبة قوي. تعرف يا أخ سعد، مشكلتك دي حلها عند دكتور. دكتور؟ أيوة، دكتور أمراض نفسية وعصبية، لأنك خلاص يا سعد بقيت هبة هبة هبة. مش أنا قلت لك مهما حكيت لك مش هتفهم حاجة؟ ما هو لازم نفسخ الخطوبة دي. اهدي بس يا حاجة، مش كده أمهار. أهدى إزاي؟ أهدى إزاي بس وابني بيضيع قدام عيني؟ بعد الشر على الوال، ابنك راجل وما تخافيش عليه. أنت ليه مصر إن الخطوبة دي تستمر؟ مع إن الناس دول مستواهم غيرنا خالص. وبعدها لك يا حاجة، الله، كلنا أولاد تسعة. أنا ما بتكلمش عن الفقر ولا حاجة يا أخوي، أنا بتكلم على الناس دول لتربيتهم لبنتهم. البنت لسه صغيرة. صغيرة دي قرشانة. أنت بتغير على ابنك منها ولا إيه؟ أغير ده إيه؟ هغير من بنت مفعوصة زي دي؟ أنا أنت قلت يا حاجة مفعوصة، يعني لسه صغيرة. دي بنت مطيورة يا حاج، عمرها ما هتعقل ولا هتكبر كمان. وإحنا مالنا؟ وإحنا اللي هنتجوزها؟ المهم يكون ابنك بيحبها. يا خوفي يا خوفي تروح السكرة وتيجي الفكرة. قصدك يعني يكون ابنك ما بيحبهاش حب حقيقي؟ الحب الحقيقي بيبتدي من درجة الصفر، ومع العشرة بيوصل لدرجة الغليان. ابنك بقى ابتدى بالعكس خالص، وصل من درجة الغليان وإن شاء الله مع العشرة هيوصل لدرجة الصفر. تكونيش يا حاجة عاوزة تجوزيه زي ما احنا اتجوزنا. يا ريت يا أخويا، على الأقل هيحكم صح بدل الحب ده اللي مغمى عينيه. يا حاجة ده زمن غير الزمن، هم جيل واحنا جيل تاني خالص. والله العظيم ثلاثة، ما حد هيبوظ الواد ده غيرك انت. طب تعالي بس، طول عمرك عصبية ودماغك ناشفة. السلام عليكم. يا ماما في ايه؟ تعالى. انت مزعل امك ليه؟ والله العظيم ما زعلتها يا حاج، هي اللي حاطة رشا في دماغها مش عارف ليه. سيبك بقى من الكلام ده كله. اتفضل يا باشا. ايه ده؟ دول 120,000 جنيه مكسب بيع الاسهم. يا عيني عليك، ده انت واد مغبي صحيح. ما تيجي تشتغل معانا تمسك لنا حسابات الشغل. بعدين يا حاج، لما اشتغل الاول عند الغريب واتعلم واتمرمط، ولا انت عايزني اجي اتعلم فيك ولا ايه؟ والله يا اخويا اذا كان العالم بيكسب كده اهلا بيه. لا انا كده كده حجيلك، لان ده ملكي ولازم احافظ عليه، بس ساعتها بقى أكون اتودكت في الشغلانة وبقيت المعلم مش ابن المعلم. جدع ياض. والدول ايه دول يا حاج؟ دفع من تحت حساب توضيب الشقة. ربنا يخليك لينا وما يحرمناش منك أبدا يا حاج. انت بالذات دونا على الكل ليك معزة خاصة، وما اقدرش ارفض لك أي طلب. عارف ليه؟ ليه بقى يا حاج؟ لأن وشك حلو. أول ما هليت على الدنيا زهزهت معايا. أما أنا سميتك سعد ليه؟ طب بقول لك إيه بقى يا حاج؟ في إيه؟ هو أنت فعلاً ناوي تعمل اللي أنت قلته لنا ده في المدبغة؟ آه، ليه؟ أصل أنا بصراحة يعني شايف إن أمي دي ست عظيمة جداً. آه، ما هو أصل أنت لسه صغير مش هتقدر تفهمني دلوقتي، انما انت كل اللي يهمك ان انا وامك نفضل مع بعض والبيت ده ما يتخربش، صح ولا انا غلطان؟ لا صح طبعا. خلاص اديني بطمنك اهو، كل حاجه هتفضل زي ما هي، مفيش حاجه هتغير خالص. اتفقنا؟ اتفقنا يا حاج. الف مبروك. الله يبارك فيك. الف مبروك. مبروك يا عروسه. مبروك يا ابو نعمه. عقبالك يا ولد. الله يبارك فيك. يلا بصوت، تعالى مصورات صورنا. الله يبارك فيك. صور. يلا نتصور مع بعض بقى. خمسه كده وراجع لك على طول. استناني بره هنا على السلم تحت. متشكرين. حالا
هيجيب لكم الشرفة. معاكي الباسبور؟ معايا. ما انا كنت بشتغل في الكويت قبل كده سنتين. انما بتسالني اصل حجزت تذكرتين بكره ورحنا قضينا 3 ايام عسل. فين؟ لبنان. بلد الانس والتوهان. انت احلى راجل في الدنيا. ربنا يخليك ليا يا رب. مش قدامي الواد لا يروح يقول لامي. عيب يا حجوجة، لا ارى لا اسمع لا اعرف اين لبنان. ابن ابوك ياض. وديني وصلني وصلني. جهز لك شنطتك يا حاج، تروح وترجع بألف سلامة يا رب. الله يسلمك يا حاجة. السفرية لا كانت على البال ولا على الخاطر. هعمل ايه؟ مضطر. اصل يا ست الموارد اللي بنستورد منه الكيماويات عنده مؤتمر هناك، فاتفقنا نتقابل في لبنان. يا زي ما تقولي بنقصر السكة عليا وعليه، ما بدل ما سافر له هولندا. تروح وترجع بألف سلامة يا رب. بس أنا مش عارفة مالي كده يا حاج، بقالي 3 أيام عيني بترف. بصراحة أنا خايفة على الواد اللي اسمه سعد ده قوي. يوه يا حاج، عينك بترف ليه بس؟ تلاقيكي ما غسلتيش وشك كويس. هترف على إيه؟ ده حتى الدنيا غنوة، نغمتها حلوة، إحنا اللي نطير. طب إيه رأيك بقى؟ أنت رايق على الآخر. عشان كده انا عايزك انت كمان تبقي رايقه على الاخر يا حاجه. ما هي بصراحه ربنا انا مش عاوزه اسافر وسايبك متضايقه. ده انا قلبي داري يا حاجه. ايه ده اللي انت بتعمله؟ هتحبي تمام تمام. احنا كبرنا بقى على الحاجات دي. خدش يا حاج. اضحكي يا حاج اضحكي. طيب وريني الضحكه. ايوه كده. ايه اتجوز خلاص؟ قلت اجي اقول لك عشان تبقى عارف وما تتفاجئش. انت ايه يا اخي؟ كبرنا. راعي كلامك يا اشرف، ده انا اخوك الكبير يا اخي. هو الكبير كبير بسنه ولا بتصرفاته وافعاله يا مختار؟ وانا عملت ايه غلط؟ ابوك كده كده كان هيتجوز وكان لازم اكون معاه، ولا عايز اسيبه لوحده زي اليتيم في وسط اهل عروسته؟ وكمان شهدت على العقد؟ طبعا. ولا اسيب حد غريب يشهد على عقد جواز ابويا وانا موجود؟ لا بتفهم في الاصول. طبعا. بس نسيت بقى بينك بتجوز ابوك لضرة امك، ما تمرش فيك تربيتها؟ بطنك ما وجعتكش بحق كل نقطه رضعتها منها؟ انت ايه يا اخي؟ ما عندكش دم؟ انت ليه محسسني اني قتلت قتيل؟ ده شرع ربنا يا ابني. افهم افهم، انا مفيش في ايدي حاجه اعملها. ده ابويا مش انا اللي ابوه، ولا عايزني اخصبه؟ لا ما تخصبوش. وامك بقى هانت عليك؟ طبعا لا، ده انا كنت بتقطع علشانها. بس اعمل ايه؟ ما باليد حيله. خساره يا مختار، كنت فاكرك اجدع من كده. الظاهر انا غلطت اني قلت لك. وانت كمان ما كنتش عايز تقول لي. ما انت عايشت في دور الواعظ ومش عايز تفهم. افهم ايه بقى؟ انا عشت عمري بحاله معاك ما فهمتكش قد النهارده. فهمت ايه بقى يا ابو العريف؟ فهمت انك اناني وما بتفكرش الا في نفسك، وممكن تدوس على اي حد عشان مصلحتك. وانا ايه مصلحتي في جواز ابوك؟ انه يفضل راضي عنك، حتى لو قصاد ده انك تدوس على امك، واللي ملوش خير في امه ملوش خير في حد يا مختار. كلامك تقيل قوي، حسستني كاني شيطان. انت الشيطان يتعلم منك يا اخي. وانت بقى اللي ملاك؟ طب اديك عرفت. عملت ايه يعني؟ رفضت وما شاركتش في اللي حصل. بس سكت. والساكت عن الحق شيطان اخرس. خفت على امك لو سمعت خبر زي ده يجرى لها حاجه. يعني سكت يعني. ما تعيشليش بقى في الدور. كلنا زي بعض يا حبيبي. ماشي؟ لا. ايه ده؟ عادي، ده انا كنت هقول لك كلمه. لا انت مالكش امان. وبعدين الشنبك بيشوت. بكره تعودي عليه، ما تقلقيش. تعالي بس هقول لك كلمه. لا الله. مش هتقولي حاجه. الله الله. لا لا لا. في ايه؟ تعالى يا حاج، عايز اقول لك حاجه. نعم يا روح قلبي الحاج. ما تحلق. ومين اللي حلق؟ شنبك. انا يمكن تأكيد اتجننتي. ليه؟ ده حتى مكبرك. مع ان تصرفاتك بتقول انك اصغر من كده بكتير. هو فعلا كبرني قبل الاوان، خصوصا لما طلع فيه شعر ابيض. خلاص احلق. قلت لك لا يمكن. ليه يا حاج؟ وانت اصلك مش فاهمه، شنب الراجل ده مش حته خط كده تحت المناخير عشان نظر المناخير، لا الشنب ده رمز الرجوله، وعار على الراجل انه يحلق شنبه. طب ما نصبغه. نصبغه؟ اه، نعمل اللي بيقولوا عليه هنا في لبنان اسمه ايه؟ نولوك. والله هي فكره حكايه النولوك دي. لا
وبيقولوا انه لوك ده بيخليك انسان تاني خالص، بيرجعك جديد نوفي. يعني ايه؟ هيدخلني بطن امي تاني؟ طب جرب وانت تعرف. نجرب بس افرضي ما عجبنيش انه لوك ده. خلاص نرجعه انه لوك تاني يعجبك. طب افرضي ما عجبنيش انه لوك التاني برضه. يبقى هرجعه زي ما كان، وامري لله. يا ساتر، هو انا شكلي وحش للدرجه دي؟ فشر، ده انت طعم ومسمسم. بس انا اللي عايزك تسمسم شويه كمان. يا حبيبتي يا نور عين، وحشتيني قوي. وحشتيني يا حبيبتي. وحشتيني قوي يا امي. وانت كمان يا حبيبتي، الحمد لله على السلامه. كده برضو يا رؤوف تاخد مننا نورا المده الطويله دي كلها؟ يا بنت دول 10 ايام. 10 ايام ده ايه؟ ده مروا عليا كانهم 10 سنين. انت ما تعرفش نورا غاليه عندي قد ايه، دي اخر عنقود. امال بابا فين؟ بابا يا حبيبتي سافر لبنان، عنده شغل هناك، وجاي ان شاء الله بعد يومين ان شاء الله. طب ومختار وسعد؟ مختار في المدبغه وصايع طول الليل زي عادته، وسعد طول النهار بره البيت ما بشوفوش الا على النوم، يعني تقريبا كده ما بشوفهمش هما الاثنين. ايه ده يا طنط؟ ده كده بقى يبقى فاكرينكم اوتيل. فعلا يا ابني عندك حق، فاكريننا اوتيل. اعذريهم يا ماما، مختار وبيساعد بابا في الشغل، وسعد عريسه بيجهز لشقته. طيب انا هوصل كده مشوار لحد الجامعه وبارجع اختي. لا ما ينفعش، لازم تتغدى معانا يا هنيه. معلش يا طنط مش هينفع، المشوار اللي عندي اصله اهم من ديك رومي بحاله. اصل رؤوف جاله اعاره في جامعه عمان. بجد الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا طنط. هلحق اروح انا بقى عشان ما اتاخرش، عن اذنكم. اتفضل، مع السلامه. طمنيني يا حبيبتي، جواز حلو؟ حلو قوي يا ماما. يا حبيبتي ربنا يديم عليكي السعاده يا رب. طيب انا هقوم بقى احضر لك الغدا، اكيد ميته من الجوع. قولي لي صحيح اشرف عامل ايه؟ انا كويس وكله تمام والحمد لله. الحمد لله على السلامه يا احلى عروسه في الدنيا. مش كنت تقولي ان انت جايه النهارده؟ كنا استنيناكي في المطار. يا سيدي ما حبيتش اتعبكم. ازيك يا ماما، عامله ايه يا حبيبي؟ ازيك انت يا حبيبي؟ تمام. سبحان الله، كنا لسه في سيرتك انا ونورا. في الخير ولا بالشر؟ في الخير طبعا يا حبيبي. الحمد لله. وانت ما تستاهلش غير كل خير. تخيل يا نورا هو الوحيد اللي كان بيسال عليا. ربنا يخليكي لينا يا امي وما يحرمناش منك ابدا. ويخليكوا ليا يا رب. طيب ارغي بقى مع اختك شويه وانا هحضر لكم الغدا، عن اذنكم. اتفضلي. تعالى بقى، انت وحشني قوي. وانت كمان يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ الحمد لله. انا لسه مقابل رؤوف بره. اه ما هو راح مشوار وجاي على طول. يرجع بالسلامه ان شاء الله. ايه يا اشرف مالك؟ فيك ايه؟ اصل عمر تعبان شويه يا نوره، بابا كمان تعبني قوي. الف سلامه على عمر. ومال بابا؟ مش معقوله هندخل بكره كده. مالك يا حاج بتجر في رجليك ليه؟ ما تيم اصلي مكسوف قوي بمنظري ده. ده انا شفت نفسك في المرايه اتخضيت. الشكل غريب قوي، وكل كوم وشورتي ده كوم تاني. ده انا ركبي بقالها 25 سنه ما حدش شافها الا خالتك ام مختار. بس بذمتك كده يعني ما صغرتش 30 سنه؟ بصراحه اه، انا حاسس ان انا بقيت عيل صغير. ولسه شوية لعب على المكان ده يقوم الكرش ينزل خالص وتبقى رفع كده يا حاج. حاج ايه بقى؟ حاج ايه بالشورت ده؟ مش ماشية مع بعضها خالص. ده انا حاسس ان انا سخطت. طب يا اختي تعالي اما دلعك صغنون. بقول لك ايه؟ ما تيجي نطلع الجناح بتاعنا ندلع بعض براحتنا، يلا بينا. لا نلعب الاول وبعدين نطلع. تعالى. امر الله. هنا؟ هنا. حاضر. مفيش اسهل من كده. اه اه انا حلف وواقف. ماشي. حنان نعمه، ايه الصدفه الحلوه ديت؟ وايه الجمال دي؟ انت اتغيرت خالص. ايه اتغيرت دي؟ عايزه تقولي ان انا ما كنتش حلوه قبل كده ولا ايه؟ انت طول عمرك جامده يا جامده. طب قولي لي ايه رايك في النولو؟ ايه؟ النولو؟ اه حلو، روش تحنا قوي عليك. مش كده والنبي؟ وحشيني يا بنت حنان، قولي لي انت بتعملي ايه هنا؟ انا في رحله مع نديم جوزي. انت اتجوزتي؟ وانا كمان. الحاج عبد الستار لي جوز. الف مبروك يا حبيبتي. حصل امتى ده؟ ده لسه طازه، انا هنا في شهر العسل. بقول لك ايه؟ ما تجيبي جوزك وتعالي نتعرف على بعض. لا مش هينفع بقى، انتوا في شهر العسل وبعدين مش عايزين ازعاج. ازعاج ايه؟ بقول لك وحشاني، والنبي لا تجيبيه وتعالي. تعالي تعالي. يا حاج. ما انا على البسكليته اهي. ما انا عارفه، تصدق ان انا قابلت واحده صاحبتي وجوزها؟
فين دي؟ مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، نديم سليم مضيف جو. عبسطر لي الرجل العباد. اهلا وسهلا. اهلا بيك. يعني يا بنت ما قلتليش ان انت متجوزه؟ ما انت لو كنت بتسالي كنت عرفتي ان انا اتجوزت. طب قوليلي انت لسه في الكويت؟ لا انا سبت الكويت من زمان، انا دلوقتي بشتغل مع نادين في شركه الطيران. وده يا بنت عرفتي توقعيه منين ده؟ لا دي كده عايزه قاعده، تعالي بقى احكي لك. يا نهار اسود، بابا اتجوز؟ انا زيك ما كنتش مصدق كده لحد ما عرفت انه كتب كتاب وخد عروسته وطلع على لبنان وكمان بيقضي شهر عسل. طب وماما موقفها ايه دلوقتي؟ نوره ماما ما تعرفش حاجة خالص، اوعي تغلطي وتقولي قدامها أي حاجة، احنا مش ناقصين مصايب أكتر من كده. يعني ايه؟ هنفضل مخبيين عليها لحد امتى؟ بابا هو اللي قال انه هيقول لها في الوقت المناسب. اخصى عليك يا بابا، اخصى عليك يا بابا، بقى كده تعمل كده؟ يا نورة أمال مش كده، ما تخلينيش أندم إن أنا قلت لك، أنت بتعيطي على إيه؟ مالك يا نورة؟ مالك يا حبيبتي بتعيطي ليه؟ ده أنا سامعاكي من جوه، في إيه؟ لا أبداً يا ماما، أصل أنا قلت لها على موضوع عمر فاتضايقت شوية. شفتي؟ شفت يا نورة اللي حصل لنا يا بنتي؟ اه يا ماما شفت. صعبان عليا الواد ده قوي، حبة عين. طمني يا ماما، الدكتور طمني وان شاء الله يبقى كويس. بستورد من كل حتة. أنا أصلي عندي بطاقة استيرادية بستورد بيها كيماويات للمبلغة بتاعتي. باين عليك بيزنس مان كبير يا حاج. تجارة شطارة في المكسب مش في الخسارة. لا لا لا، خسارة إيه؟ ربنا ما يجيب خسارة. أنا بقى يا حاج عشان كده بلعب في المضمون. هو انت تاجر ولا مضيف؟ وهي الضيافه ايه؟ ما هي تجاره برضه. تاجر شنطه يعني. عليك نور. بتتاجر في ايه بقى ان شاء الله؟ في كل ما خف حمله وغلى ثمنه. فهمتك. مجوهرات بقى والمظات واللازم منه. مجوهرات يا حاج؟ وهي الحاجات دي ليها سوق عندنا برضه. امال بتتاجر في ايه بالظبط؟ في الادويه المستورده. الادويه اللي بتتباع في السوق المصري باسعار خياليه والسوق محتاج وعطشان يا حاج. قصدك المتهربه؟ مادام بتفيد الناس يبقى خلاص. كل ما زادت الكميه كل ما زاد المكسب. عندك مثلا اخر صفقه انا عملتها كانت دواء بتاع الانفلونزا الخنازير. الصفقه دي كلفتني 50,000 جنيه. في 4 ايام يا حاج بعتها ب 200,000 جنيه. يا ما شاء الله يا ما شاء الله، مكسب 300% في ظرف 4 ايام. يا حاج مفيش وقت، احنا في عصر السرعة. بقولك يا حاج ما تجرب وتخش معايا في صفقة من دول. هو بصراحة المكسب مغري قوي، بس برضه أنا يهمني أفهم التفاصيل الأول. خلاص أول ما ننزل مصر نقعد قعدة على رواقة كده، أحكي لك كل حاجة من طقطق. لسلام عليكم. يبقى اتفقنا، وهي فرصة الواحد يسأل في توصيل دواء للمرضى، دواء شافي بدل الأدوية عديمة المفعول اللي عندنا، وهو كله بثوابه. تعدي في حتة أنا قلبي بيتكسر، ميت حتة أفضل في مكاني لستة الصبح بفكر فيك أنا. يا سموحة مالك يا حبيبتي؟ مفيش، متضايقة شوية. ليه؟ في حد زعلك؟ أنا زعلانة من نفسي. زعلانة من نفسك ليه؟ ليه يا حبيبتي يا ست البنات؟ عشان ما حملتش وما جبتلكش العيل. عيل ايه اللي عايزه تجيبيه؟ ابننا. ولا انت ليك رأي تاني؟ ده يا حبيبتي طبعا طبعا ابننا، بس انت مش شايفه ان الكلام ده سابق لاوانه؟ سابق لاوانه ازاي؟ ده احنا بقالنا 6 شهور متجوزين. اديكي قلتي بقالنا 6 شهور متجوزين. اقعدي يا روح قلبي، يعني عرسان طازج لسه في الاول، لسه بدري. طب والبدري ده لحد امتى؟ ما تحسبيهاش، هي لحظات الحب الحلوة بتتعد بالساعات. يا بنت تعالي هنا. ايه دول يا حاج؟ 10 وصولات امانة، كل وصل ب10,000 جنيه، يعني باختصار ال100,000 اللي هتاخدهم مني. انت بتخوني يا حاج؟ واخون ابويا كمان. التجارة ما فيهاش الا حقي وحقك بالورقة والقلم. امدك. عندك حق، ما انت معذور مش متخيل المكسب. انا اصلي ما اعرفش اتخيل، ما احبش اتخيل، انا احب امسك الفلوس بايدي اشم ريحتها. هيحصل يا حاج، طمن. سلام. انا بقى الف سلام. اهلا 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 بعروستنا. الحمد لله على السلامه يا حبيبتي.
دي بنتي العروسة لسه راجعة من شهر العسل، الأستاذ نديم. أهلا وسهلا، ألف مبروك. الله يبارك فيك. طيب تأمرنيش بحاجة يا حاج؟ شكرا يا أستاذ نديم، بالسلامة. السلام عليكم. طيب يا بنتي تعالي بقى اقعدي قدامي واحكي لي، تعالي. ده أنت وحشاني قوي 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 قوي. احكي لي بقى عملتي إيه في ماليزيا؟ احكي لي أنت يا بابا عملت إيه في لبنان؟ يا ترى كان شهر عسل حلو ولا وحش؟ أنت عرفتي؟ يعني الكلام ده طلع صح؟ أيوه صح. ده شرع ربنا. أنا يا بنتي ما عملتش حاجة غلط عشان أخبيها. وإيه اللي أنت لابسه ده؟ ها؟ وإيه الصبغة دي يا بابا؟ لا دي مش صبغة، دي حنة. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، أنت هتجادلي في دي كمان؟ وماما يا بابا؟ هو أسلم حل لماما إنها تفضل كده ما تعرفش حاجة. لأنها لو عرفت محدش عارف إيه اللي ممكن يحصل لها. يعني عايزها تفضل عايشة مخدوعة فيك؟ بنت احفظي أدبك. راعي ان انت بتتكلمي مع ابوك يا بابا. حضرتك حرام عليكم بقى، حرام عليكم. انا عشت عمري كله كاتم في قلبي علشانكم، دلوقتي انتوا مستكترين تكتبوا في قلوبكم شويه عشان خاطري وخاطر امكم. ريتني كنت مت قبل ما اشوف اليوم ده. الشر عليك. الله خد يا حبيبتي. نورا نورا اسمعي، نورا خد بنت بنت عظيم. بكره تهدى وتحكي مع أهلها. يا حبيبي يا عمر وحشتني قوي قوي قوي. اخباره ايه؟ والله مش ولا بد يا طنط. مش عارف يا ماما، على طول نفسه ضيق واقل مجهود بيتعبه. يا حبيبي يا بيه ربنا يشفيه ويعافيه ان شاء الله يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عمر اخبارك ايه يا حبيبي؟ كويسه جدا الحمد لله. ربنا يا ابني يطمننا عليك دايما. اشرب. ايوه يا بابا. تعالى انا عايزك. حاضر. احكي لي بقى ايه بقى اللعب اللي عندك؟ خد يا اشرب. ايه دول يا بابا؟ شهريتك اللي بديها لك كل شهر. لا حك متشكر، كله تمام الحمد لله. عيب عيب لما اقول لك خد الفلوس تاخدها، مش معنى انك مش موافقني على حاجه انا عملتها تقوم تخاصمني، ده حتى يبقى حرام. انت مش بتصلي ولا ايه؟ حضرتك ابويا برضو وانا ما ينفعش اخاصمك، بس ده ما يمنعش ان انا ممكن ازعل منك. على فكره يا اشرف، البيت ده لو اتخرب هيبقى انت السبب. انا؟ ايوه انت. الست الغلبانه اللي بره دي لو لاحظت عليك حاجة هتشك، ولو شكت هتعرف. هتعرف؟ ما هو حضرتك برضو ما ينفعش تتجوز من غير ما تقول لها. حقها. وعلى فكرة أنا ممكن أخرج دلوقتي أقول لها، أنا مش خايف منها. ولا عملت كده ليه يا بابا؟ عشان خايف عليها، افهم. خايف عليها. قلبها ضعيف ما يستحملش خبر زي ده. الصدمة هتبقى جامدة عليها قوي. عشان بتحبك. ما أنا كمان بحبها. والله بحبها. بس انا بقى راجل وليا حقوق، وامك مش قادره تديني الحقوق دي. يعني هفهمك ازاي؟ ما انا مهما قلت مش هتفهم. يا رشا انا اللي بقول لك مالكيش دعوه بيها خالص. ايوه اعملي كده. انا خلاص بقيت متاكد ان انتوا مش هتنفعوا مع بعض، ده انتوا عاملين زي النار والبنزين. عشان كده اسلم حل، شيل ده من ده ارتاح ده عندي. انا مش زعلان يا رشا، بس صدقيني هو ده الحل الوحيد اللي هيرضي كل الاطراف. مالك يا هدى يا حبيبتي؟ حاسه كده انك تعبانه ومش طبيعيه، في ايه؟ هو اللي انا فيه ده شويه يا طنط. ايه يا حبيبي؟ مالك يا عمر؟ مالك يا عمر؟ عمر ازمه جت في ايه؟ بسرعه بسرعه. مالك يا حبيبي؟ افتح بقك. اشرف 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 اشرف. في ايه؟ في ايه؟ بقك قوي. ايه؟ اطلب الاسعاف